أنا دخلت الجامعة طالبا سنة 1961، تخرجت من الجامعة سنة 1965. لم يكن طوال هذه السنوات في جامعة القاهرة فتاة لا محجبة ولا منقبة، ولم تكن جامعة القاهرة كلها، وأنا متأكد مما أقول، قد عرفت ما يسمى بالحجاب أو النقاب. ده شيء بعد كويس، ده إلى شيء كويس لا ولا أنا شيء رأيي وحش؟ كان شيء كويس، لأنه كان مرتبط بحركة المرأة. وعندما كنت ترى أفلام، كنت ترى أفلام بعنوان أنا حرة عن المرأة مثلا، أو الباب المفتوح للطيفة الزيات، فكانت المرأة المصرية نموذج للفكر المتقدم والعقل المنفتح، وكان الحديث عنها من هذا المنظور. ابتداء من عام 1972 على وجه التحديد، وأنا أعرف هذا لأني كنت معيد في كلية الآداب في ذلك الوقت، وعلى وشك أن أحصل على درجة الدكتوراه. ابتداء من 72 تخير المشهد، وبدأ تدخلات سياسية لبث مجموعات دينية للإخوان المسلمين في داخل الجامعة، وأسلمت للإخوان المسلمين الجامعات المصرية، أسلم لهم مفاتيح الجامعة، فكانت بداية الإرهاب الديني الذي شاهدته بعيني. وإحنا مثلا عندنا واحد لا يزال حيا اسمه عبد المنعم أبو الفتوح، له كل الاحترام، لكن أنا أذكر جيدا أن عبد المنعم أبو الفتوح عندما كان طالبا في كلية الطب كان مؤسسا لما سمي بالجماعة الإسلامية، وكانت هذه الجماعة الإسلامية تأتي إلى كلية الآداب لكي تغلق الحفلات وأي نشاط فني ابتداء من السبعينيات.